الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة إن شاء الله في الفيديو دوت هتكلم على البحث اللي هو خاص لطلاب الأزهر الشريف اللي هو طبعا نزل النهاردة، بسبب إن طبعا جالنا تساؤلات كتير جدا، الناس مش عارفة تعمل إيه بالظبط. فهحاول يعني بقدر المستطاع إن أنا أوضح إيه هو البحث دوت وإزاي هتعمل وأعمل إيه بالظبط بقدر ما يعني متاح عندي من معلومات. اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين انا فاتح طبعا صفحه اهوت جوجل. اما باجي هنا في الادرس بار بتاع جوجل هبدا اكتب زي ما انتم عارفين اللي هو العنوان اللي هو الموقع الازهر www dot azhar a z h a r dot e g forward slash اللي هي الشرطة المالية ديت، وهكتب research dot html. بعد ما هكتب العنوان دوت هضغط انتر. تمام، زي ما انتم شايفين فتح لي اهوت صفحة مباشر اللي هي المشروعات البحثية المقترحة والنماذج اللي هي الاسترشادية لطلاب التعليم الأزهري قبل الجميع. طبعا هنا مديني لكل المراحل، مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية. أول حاجة هبدأ إن أنا أنزل حاجة هنا اسمها الإرشادات العامة لكل المراحل. لو أنا ضغطت هنا تحميل هيبدأ الملف إيه؟ هيبدأ الملف ينزل. طيب بعد ما أنا أنزل الإرشادات العامة أبدأ أشوف مرحلتي، وليكن مثلا مرحلة إعدادية، وأبدأ أعمل تحميل للملف اللي هو اسمه النموذج الاسترشادي للمرحلة الإعدادية، عشان يديني التعليمات او الشكل اللي هو بتاع البحث بتاع المرحله الاعداديه. انا في ثانويه يبقى هدخل طبعا زي ما انتم شايفين على النموذج الاسترشادي للمرحله الثانويه، القسم طبعا الادب او العلم حسب اي حسب الصف او القسم اللي انا فيه. طيب بعد ما احمل النماذج ديت انا طبعا اريد مجهز طبعا النماذج ومحملهم، فهبدا اوريكم اهوت. اول حاجه دي عندي ارشادات عامه زي ما انتم شايفين، بيقول لي ان يراعى عند اعداد المشروع البحثي محل اختيارك فردي او جماعي، فردي او جماعي. اذا احنا دلوقتي اللي بيسالني هو ينفع اعمل لوحدي؟ اه ينفع تعمل لوحدك، لان هو كاتب لي فردي او جماعي. فطبعا احنا مقسمين الناس لمجموعات، ممكن تلتزم بمجموعتك. لو انت حابب تعمل لوحدك برضه ما عندكش مشكله، ممكن تعمل بحث لوحدك، ولكن تراعي الاتي. هبدا اقرا التعليمات دي كويس جدا. تمام، اللي هي ملخصه ان انا اراعي طبعا دقه طبعا البيانات الشخصيه، كتابه طبعا عنوان المشروع البحث، وطبعا مطالعه الكتب والمصادر اللي انا هستعين بها في البحث، وطبعا استشهد بالايات القرانيه، اراعي اللغه العربيه والاساليب النحويه بتاعتي، طبعا اراعي حسن العرض ودقه الصياغه، بعد كده الحرص التام على ترابط الافكار وتسلسلها في العناصر طبعا، بعد كده اتحرى الدقه في المعلومات والافكار، لان طبعا لازم تكون طبعا متصله بالبحث اللي انا بعمله. يعني مثلا انا مثلا بتكلم عن السياحه ما اجيش في النص او كاتب موضوع تاني بيتكلم عن التلوث. تمام، يعني لازم التزم بدقه الموضوع او اكون دقيق في معلوماتي. طبعا عدم اغفال اي محور من محاور البحث. ايه هي محاور البحث؟ هنشوفه كمان شويه. عدم الخروج عن العنوان البحث قلنا من شويه. واهم حاجه في الاخر دقه التوثيق المعلومات. طب انا هوثق ازاي؟ المعلومه اللي انا جبتها من مكان لازم اكتب انا جبتها منين. انا جبتها مثلا من كتاب المدرسه، فاكتب ان انا جبتها من كتاب المدرسه. جبتها مثلا من موقع الكتروني معين زي مثلا بنك المعرفه المصري، يبقى اكتب ان انا جبت المعلومه ديت من بنك المعرفه المصري. اخر ملحوظه طبعا الالتزام بتسليم البحث في موعده المحدد. طبعا احنا لحد الان لسه يعني التعليمات لسه طبعا بالنسبه لنا مش كامله، هيسلم امتى بالظبط وشكله طبعا. فيعني ايه، الاول نركز على البحث وبعد كده نبدا نشوف هيسلم امتى. طيب مرفق مع هذه الارشادات نموذج استرشادي لكل محطة تعليمية، وهذه النموذج طبعا على سبيل التوجيه والارشاد، وبالتالي فلا يحق للطالب اختياره كمشروع ايه، كمشروع بحثي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا رجعت انا اهو في الصفحه بتاعتنا، هو منزل لي هنا في كل مرحله نموذج اسمه نموذج استرشادي، يعني هو حال البحث، عامل لي بحث. طيب البحث دوت انا ينفع استخدمه تاني؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان هو بس مديني شكل البحث هيكون عامل ازاي، عشان انا كطالب ابدا التزم بالشكل اللي هو منزله لي. طب انا هختار منين؟ هختار من الموضوعات اللي هو منزلها لكل صف.
يعني مثلا هنا الصف الثالث الابتدائي لو انا عملت تحميل هلاقي 3 موضوعات، وهكذا الصف مثلا الاول الاعدادي لو انا عملت تحميل من هنا هلاقي برضه 3 موضوعات، المرحله الثانويه وهكذا لو انا عملت تحميل القسم الادبي او العلمي هلاقي في كل مرحله 3 موضوعات. طيب السؤال دلوقتي، انا هعمل 3 موضوعات ولا موضوع واحد؟ لا هو الموضوع واحد بس. طيب الموضوع واحد دوت شامل كل المواد ولا المادة ولا كل مادة عاوزة بحث؟ لا هو مشروع كامل، فإذا البحث هو يشمل كل المواد. تمام؟ طيب هنبدأ بقى كده نخش على شكل اللي هو البحث اللي هو الاستشاري، وليكن مثلا بعد احنا طبعا خلاص قرأنا التعليمات، عندي أول نموذج اهوت بالنسبة طبعا لطلاب المرحلة الإعدادية، فهو منزل لي اهوت بحث استرشادي، فبيقول لي في البحث الاسترشادي طبعا بيانات زي ما انتم شايفين بكملها، وهو منزل لي بحث اسمه دلائل نعم الله وقدرته، ده اسم البحث. تمام، ادي عنوان البحث دلائل نعم الله وقدرته، في ضوء هذا المشروع البحثي تناول باسلوب علمي وفقا للقواعد اللغويه المحاور التاليه. طبعا عندي 4 محاور رئيسيه عشان نركز عليهم بالنسبه للمرحله الاعداديه، عندي اول حاجه ابحث واجب، بعد كده استنبط وبرهن، بعد كده لخص، اخر حاجه 4 ترجم. تمام، يبقى انا هبدا اركز على المحاور دي. فهبدا مثلا في الاول بيقول لي مثلا ابحث واجب، هبدا ابحث اهميه ضرب الامثال في القران الكريم، واجب الانسان تجاه نعم الله، قدره الله في تفريج الكرب، وتنوع الغابات الطبيعيه وجاذبيه الارض للانسان. لو انت خدت بالكم هتاخد بالك ان الموضوع شامل اكتر من حاجه، يعني مثلا ضرب الامثال في القران ده يبقى انا دلوقتي هبحث في القران الكريم، واجب الانسان تجاه نعم الله ممكن اجيب مثلا استدل بحديث او سنه او كده، قدره الله في تفريج الكرب هبدا برضه استدل بسنه او ايات قرانيه، تنوع الغابات الطبيعيه ممكن طبعا ابدا اجيب معلومات من الجغرافيا او الدراسات، جاذبيه الارض للانسان طبعا انا كده دخلت فين العلوم، وبالتالي البحث يا شباب متكامل. تمام، طيب بعد انا ما اخلص اللي هي ابحث واجب اجاوب على الاسئله دي، دخلت في المرحله الثانيه اللي هي اسمها استنبط وبرهن، عددين صحيحين مثلا مجموعهما 3 ومجموعهما مثلا مربعهما 5، اوجد العددين. يبقى انا مثلا كده دخلت فين؟ في ماده الرياضيات. هبدا الخص موضوع مشروعك البحثي في فقره تشمل كل القواعد اللغويه، توكيد فعل معتل حال فعل صحيح بدل اسم مقصور. يبقى انا وانا بكتب البحث بتاعي لازم احط له الحاجات دي، ما ينفعش ان انا اكتب البحث من غير الحاجات دي، لان هو عاوز يختبرني او عاوز يتاكد ان انا اتقنت المهاره بتاعت الحاجات دي. فبالتالي وانا بكتب البحث اجيب كلمات بحيث تدل ان انا كاتب الحاجات دي داخل البحث، اجيب توكيد وفعل مفعول وهكذا. طيب رقم 4 بيقول لي 3 جمل لها ترجمه، ترجم 3 جمل من مشروعك البحث باللغه الانجليزيه. انا كتبت مثلا مشروعي خلاص اهو تمام، فهختار اي 3 جمل ابدا اترجمهم باللغه الانجليزيه، وبالتالي يبقى كده غطيت ماده اللغه الانجليزيه. طيب نبدا كده بقى نشوف بحث اللي هو واقعي. طبعا ده البحث اهوت اللي هو هنا كان طبعا كاتبه فوق اللي هو دلائل نعم الله، وبدا هو يكتب لي البحث بالتفصيل. طبعا زي ما انتم شايفين هبدا البحث بمقدمه المشروع البحثي، هبدا طبعا اعمل مقدمه زي اللي هو كده عاملها، او طبعا طبعا لازم اغير يعني اسلوب، طبعا كل واحد بيختلف اسلوبه من واحد لتاني، فمثلا ممكن اكتب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، حد بقى ممكن يغير يجيب اي حاجه مقدمه من عنده، المهم ان انا هكتب المقدمه باسلوب كويس. بعد كده العنوان الثاني اسمه اهميه المشروع البحثي، هبدا اكتب تتمثل اهميه المشروع البحثي فيما يلي، واكتب ايه اهميه البحث اللي انا بعمله دوت، اللي هو ايه اهميه العنوان اللي انا مختاره. بعد كده عناصر المشروع البحثي، العناصر يعني انا هجاوب على ايه في البحث دوت، ايه المعلومات اللي انا هكتبها او هبدا اعرضها في البحث. فمثلا هو هنا هيبدا يعرض اهميه ضرب الامثال في القران الكريم، واجب الانسان تجاه النعم، قدره الله في تفريج الكرب، وطبعا وهكذا وهكذا. طيب بعد كده لو انتم خدتوا بالكم هبدا اخد العناصر دي وابدا ابحث عن معلومات وابدا اكتب اللي انا لقيته. فمثلا اهميه ضرب الامثال في القران زي ما انتم شايفين، وبدا يشرح ايه هي اهميه ضرب القران طبعا الامثال في القران. تمام، بعد كده ثانيا واجب الانسان تجاه النعم، وبدا طبعا يجيب طبعا ايات واحاديث زي ما انتم شايفين، قدره الله عز وجل في تفريج الكرب، طبعا بدا برضه يستدل ببعض المعلومات وطبعا بعض الاحاديث وبعض الايات القرانيه.
رابعا من نعم الله عز وجل على عباده مشروعية الزكاة، طبعا بدأ برضو يجيب بعض المعلومات عن نفس الموضوع. وخامسا تنوع الغابات الطبيعية، وطبعا كده دخل طبعا في الدراسات وبدأ يجيب معلومات خاصة بالدراسات والعلوم زي ما انتم شايفين. تمام. سادسا جاذبية الأرض للإنسان، عشان يشرح الجاذبية بدأ يخش طبعا هو في الاستنباط والبرهان، فبالتالي بدأ يدخل مادة الرياضيات في المشروع البحثي. وفي الآخر خالص زي ما انتم شايفين بعمل تلخيص، تمام، ملخص البحث سطرين كده ولا ثلاثة، وآخر حاجة اللي هي الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. زي ما انتم شايفين هو اختار مثلا ايه جملة ثلاث جمل، زي طبعا هو كان كاتب فوق وبدأ يكتب اللي هو او يترجمهم من عربي الى انجلش. فقال مثلا الله created the universe, we see the sun, the moon and the stars, they are all blessings of Allah. يبقى هو بدأ ياخد من فوق الثلاث جمل وبدأ يحطهم تحت في الترجمة. وبكده اكون انا ايه طبعا يعني شبه خلصت البحث. وفي الاخر ببدأ اعمل نتائج المشروع البحثي زي يعني خاتمة او استنتاج اللي هو نهائي. فبقول مثلا ان احنا استنتجنا من هذا البحث كذا وكذا وكذا زي ما انتم شايفين كده. وفي الاخر اهم حاجه التوثيق، بقول ايه هي المصادر اللي استخدمتها وايه هي المراجع اللي انا رجعت لها اللي انا جبت منها المعلومات. فمثلا هنا في المصادر طبعا خدت من القران الكريم، خدت من السيره، خدت من كتاب كذا، خدت من مش عارف من ايه. وطبعا زي ما انتم شايفين الكتاب المدرسي شامل اكتر من ماده، يعني هو هنا استدل الكتاب المدرسي في ماده اصول الدين وفي ماده الدراسات الاجتماعيه الدرس اللي هو اسمه ظواهر طبيعيه وحضاره مصريه، وخد من ماده العلوم الدرس اللي هو اسمه اكتشف وتعلم، وخد من ماده ايه الرياضيات، وطبعا حبذا ان انا اكتب ايه هو الدرس اللي انت خدته منه. تمام. طيب ده بالنسبه للمصادر اللي انا خدتها سواء قران كريم او سنه او كتب معروفه. طيب انا دلوقتي عاوز ادخل على الانترنت وابدا اجيب يعني معلومات زياده. طبعا متاح عندي اهو زي ما انتم شايفين موقع بنك المعرفه، وعندي منصه المذاكره الرقميه، لو انا دخلت على اي موقع من دول هبدا الاقي برضه معلومات. تمام. فمثلا هبدا ادخل مثلا على اللي هو بنك المعرفه وابدا ابحث على كلمه دلائل قدره الله، ظواهر طبيعيه وحضاره مصريه، ابدا اشوف الايه يعني كلمه معينه ابدا ابحث عنها وابدا اقرا في الموضوع وابدا اجمع معلومات بحيث تكون هي هتفيدني في البحث او هتخلي البحث شكله مترابط. طيب ده نموذج استرشادي لسنه اولى اعدادي، هل انا هعمل زيه؟ طبعا لا. ده استرشادي يعني الناس هتمشي على نفس الخطوات بتاعته. طيب انا هعمل ايه بالظبط؟ هدخل بقى على اللي هي المشروعات البحثيه بتاعتي. فحاليا هو منزل لي ثلاث مشروعات. طيب المعاهد منزل ثلاث مشروعات. اول مشروع طبعا كان ده بالنسبه للصف الاول الاعدادي، بالنسبه لهم دور الانسان والتكنولوجيا في المحافظه على البيئه. يبقى ده هو مشروع ايه اللي انا هبدا اختاره وابدا اجاوب على نفس الاسئله اللي احنا عملناها في البحث اللي فات. تمام. طيب انا عايز اخش على الانترنت عشان ابحث. هفترض انا مثلا بدور على دور الانسان والتكنولوجيا في المحافظه على البيئه، فمثلا هفتح على هو الانترنت واخش على المعلومات اللي هو بنك المعلومات بنك المعرفة المصري اللي هو عنوانه study.ekb.eg. تمام. تحت هنا هلاقي حاجة اسمها ايه ذاكر الآن، هضغط عليها كده اهوت كليك. يبدو ان مفيش انترنت. طيب عموما لو انا ضغطت على هذا الرابط، لو فتح لي لو النت يعني شغال عندي كويس، هيفتح لي رابط او هيفتح لي بنك المعرفة، ومن خلاله ممكن انا ابدأ ابحث في الموضوع اللي انا عايزه. تمام. نفس القصة، حبيت استخدم النموذج التاني اهوت استرشاد برضه للصف او للمرحلة الثانوية سنة اولى سنة وادبي، نفس القصة برضه اهيت مفيش اي اختلاف، اي اختلاف بسيط. ادي النموذج الاسترشادي قسم الادبي بيتكلم عن العنوان اسمه الاخوة الانسانية واثارها في تحقيق التواصل المجتمعي. تمام. طبعا ادي عنوان البحث وادي المحاور اللي انا هبدأ امشي عليها زي ما انتم شايفين برضو. لخص اهو، لخص بعد كده
أول حاجة فوق لو أنتم شايفين عنوان البحث، وأدي المحاور اللي هو هيمشي عليها، هي الأسئلة اللي هو هيبدأ يجاوب عليها، وأدي ملخص اللي هو البحث. لازم طبعا يبدأ يدخل في البحث النواسخ وحرف طبعا حروف الجر والإضافة واسم المفعول. يبقى إذا الكتاب وأنت بتكتب لازم تدخل هذه الأشياء في الكتابة، وبعد كده هترجم إلى اللغة الإنجليزية 5 جمل من مشروعك البحثي. وطبعا بالنسبة للأدبي هترجم برضو إلى اللغة الفرنسية، هو طبعا محدد لي 5 كلمات من مقرر اللغة الفرنسية. طيب هو ده هوت برضو عنوان بحث طبعا كاسترشادي، وبدأ يكتب مقدمة البحث. يبقى أنا هبدأ أكتب مقدمة البحث وأكتب المقدمة اللي أنا عاوزها، وأبدأ أعمل أهمية المشروع البحثي، ليه أنا أصلا ببحث في هذا الموضوع، وأبدأ أكتب عناصر الموضوع اللي أنا هبدأ أتكلم فيها. طيب بعد عناصر الموضوع أخد كل عنصر زي ما أنتم شايفين وأبدأ أتكلم عنه شوية. طب هتكلم منين؟ زي ما قلنا هتكلم من كتاب المدرسة، طبعا مش كتاب واحد، كتب المدرسة اللي هو المناهج، سواء فقه، سيرة، توحيد، رياضيات، لغة إنجليزية، كل المناهج اللي هي عليك طبعا ممكن تستعين بيها كمصدر. تمام، هبدأ أتكلم وأشرح لها العناصر، وبعد كده هبدأ هو تخش على الترجمة. طبعا هو كان طالب 5 جمل، فبدأ يترجم لي 5 جمل من المحتوى اللي هو كتبه، وكان كاتب إن أنا أكتب 5 كلمات لغة فرنسية، فهو كاتب 5 كلمات لغة فرنسية. وبعد كده الخطوة اللي بعدها ملخص البحث، هكتب ملخص البحث وأبدأ ألخص البحث اللي أنا كتبته، وفي الآخر نتائج المشروع البحثي، إيه بقى اللي أنا استنتجته، النقاط اللي يعني المختصرة، وآخر شيء زي ما أنتم عارفين طبعا اللي هي المصادر والمراجع، أنا جبت منين المعلومات دي؟ هل جبتها مثلا طبعا زي ما شايفين الكتاب المدرسي، طب أنا كتاب مدرسي هنا مثلا جاب من المختار، من الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي، هنا اللي بعده جاب من الفقه المالكي، جاب من الشافعي وهكذا. مصدر تاني كتاب تيسير، اللي بعده كتاب ثقافة إسلامية، كتاب أدب، كتاب مصر والحضارة، كتاب جغرافية مصر، وطبعا في الآخر كتاب علم النفس. طيب أنا كمان جبت معلومات من الإنترنت، أبدأ أكتب إيه أنا جبت منين بالظبط؟ هنا طبعا كتب مثلا بنك المعرفة أو المنصة الإلكترونية، وهنا كمان مزود الفهرس يعني عشان يبدأ يعني يحدد أو يقنن عدد الصفحات، فهو كاتب إن أنت بحثك مكون من 7 صفحات. تمام، طبعا هرجع اقول ان ده بحث طبعا استرشادي، ما ينفعش ان انا اكرره مره تانية. طب انا هعمل ايه؟ هبدا اخش بقى على المشروعات البحثيه اللي هي المقترحه، هلاقي 3 موضوعات بالنسبه للصف الاول اللي هو الثانوي ادبي، هبدا اختار واحد منهم، الحضاره واثرها في الفكر الانساني. تمام، ادي البحث اهوت، التزم جدا بالعناصر اللي هو كاتبها لي، لازم اوطي العناصر ديت عنصر عنصر، يعني اشرح عنصر عنصر، لازم في الملخص لازم اكتب او التزم بالحاجات اللي هو مديها لي، زي لازم يكون في نواسخ واسم مفعول وهكذا، لازم اترجم 5 جمل من المشروع البحثي، ولازم اترجم 5 كلمات من مقرر اللغه الايه الفرنسيه وهكذا. طبعا بعد كده ده المشروع الثاني وهكذا والثالث وهكذا. تمام، وبكده يعني اكون يعني بقدر المستطاع حاولت اوضح فكره البحث. طيب الاسئله اللي هي طبعا بتيجي، طيب البحث دوت انا هعمله على ورق ولا هطبعه كمبيوتر؟ لحد دلوقتي ما عندناش تعليمات معينه، فطبعا حضرتك ممكن تبدا تكتب البحث حاليا في درافت او ورقه خارجيه وتجهزه لحد ما نعرف هنكتبه مطبوع ولا هنكتبه يعني على الكمبيوتر ولا هنكتبه في ورقة عادية، ده كله هيظهر إن شاء الله في خلال الأيام القادمة. أنا كمان هحاول أحط لكم اللينك بتاع طبعا المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، وكمان هحط لكم معاه كمان نموذج فاضي اهوت اللي عاوز مثلا يحاول يجرب فيه. ده أدي طبعا معلوماتك الشخصية، وطبعا عنوان البحث، وطبعا معلومات الطالب، وزي ما انتم شايفين عنوان البحث اهوت، وادي المقدمه، وادي اهميه المشروع البحثي، وادي العناصر اللي انت هتكتبها. وبعد كده ابدا اشرح الايه اللي هي المحاور او العناصر. تمام، وبعد كده اخش بقى على الترجمه، اترجم 5 جمل لغه انجليزيه من البحث طبعا انا كاتبه، واترجم 5 كلمات من اللغه الفرنسيه من طبعا من انا درستها، وفي الاخر الخص البحث بتاعي، واديله في الاخر النتائج او اللي انا استنتجته، وطبعا اهم حاجه واخر حاجه اللي هي اكتب المصادر والمراجع اللي انا جبت منها، وطبعا الفهرس بكتب ايه، بكتب يعني كم صفحة، 7 8 6 حسب طبعا عدد الايه الصفحات.
وبكده يعني أعتقد أكون وضحت جزء يعني لحد ما من الموضوع البحثي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.